موضوع عين السلطان أوقع في نفسي الشك سيدي. لم نره منذ مدة، والأخبار عن قافلة الجنود التي أتت ليست علامة خير. أخشى أن يكون أمره قد كشف. إن حصل هذا ستقطع صلتنا بقصر الإمبراطور، ولن نوصل الأخبار للسلطان. أخبرني الآن، استطعت رؤية جلالة السلطان يا أردوك؟ لم يكتب لي أن أرى جلالته. الله أعلم إن كنت سأرحل عن الدنيا قبل أن أتمكن من رؤيته. عندما وصلت إلى القصر يا سيدي، كان هناك شيئا غريبا، وسمعت من بعضهم بأن سلطاننا ليس هناك. لم أعلم إن كان صدقا. عسى الأمر خيرا، لكن من تحدثت إليهم ذكروه بالخير، وكل الأهالي يدعون الله له. فليرضى الله عنه. علينا الآن أن نقوي التجار في السوق ونساعدهم، وكما عملنا على أمان السوق سوف نعمل الآن لاستعادة سمعته. من بعد الآن لا تأخذوا ضريبة من أحد. بأمرك سيدي. في وضع كهذا عدم أخذ الضريبة سيخلق أملا جديدا بين التجار. عدا عن ذلك، ادعموا كل من يعمل بالتجارة بالذهب الذي بين أيدينا، ويسروا أمرهم جميعا. بإلغائك للضريبة وبإعطائك لهم الذهب لكي يعملوا به، لن يخسروا أبدا سيدي. إن خسروا هم نخسر نحن أيضا سيد أردوك. عدا عن ذلك، دعاؤهم لنا بالخير سوف يعطينا البركة. صحيح سيدي. اصمت قليلا، سوف أخرجك من هنا. انتشروا، ابحثوا في هذه الجهة، ابحثوا عن الدماء، فأحدهم جريح. تحت أمرك سيدي. لا تقلق سيدي، لن أتركك أبدا. أصمت قليلا بعد. Ah.
اسمعني جيدا. اذهب إلى قبيلة الكاي للسيد أرطغرل. أعطي هذه وأخبر أن يدرك عين السلطان قبل أن تعمى. ما سأقوله له هام جدا لبقاء الدولة. لا أستطيع تركك سيدي. اذهب فورا وأنا سأنتظركم هنا. لا تقلق سيدي، سأفعل هذا لو كلفني حياتي. وجدنا هذا سيدي. لابد أنها لأحدهم، عليها دماء، ربما قد مات. لن نتأكد حتى نجد جثته. استمروا بالبحث عنه، سأذهب لطلب المساعدة من الحاكم فاسيليوس. سنقبض عليهم مهما كلف الأمر. هيا. أخيرا خرجت من غرفتك تشولبان. لست تشولبان بل كاترينا. فرحت كثيرا بتذكرك لأصلك يا كاترينا. يجب عليك الآن أن تتخلصي من كل ما سممك في الماضي يا كاترينا، ويمكنك أن تبدأي من خنجرهم اللعين هذا. سأهديك هذا الخنجر البيزنطي، فهو يليق بخصرك الجميل. هذا الخنجر سيغرز بصدر أعدائنا عاجلاً أم آجلاً أيها الحاكم. إن لم أفعل أنا هذا، الطفل الذي في بطني سيفعله. أنت تشولبان، أنت حامل؟ آخر ذكرى لي من أورال، أنا أحمل ابنه في بطني. هذا خبر رائع. لو كان ابني لما فرحت لهذه الدرجة. هذا الطفل سوف ينتقم لنا منهم. كيف؟ عليار وأخته أسليهان عندما يعلمون بأنك حامل لن يبقى لديهم أي خيار سوى أن يتصرفوا برحمة معك، ورحمتهم هذه ستكون نهايتهم.